علي من عمان يسأل يقول هل هناك أحد من الصحابة رضي الله عنهم صلى إماما والنبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه؟ علي بارك الله فيك الجواب نعم الجواب نعم فقد ثبت فيما أحفظ عن اثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفهم الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه أبو بكر الصديق فثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما مرض صلى الله عليه واله وسلم مرضه الاخير قام ابو بكر فصلى بالناس لان النبي عليه الصلاه والسلام قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس وكان ابو بكر اذا صلى لا يلتفت يعني بمعنى يخشع في الصلاه فرفع النبي صلى الله عليه واله وسلم سجف بيته او سجف داره فراى الصحابه ثم تقدم وصلى آه إماما ثم صلى أبو بكر بي صلى أبو بكر مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بأبي بكر وقيل أيضا بأن هناك حادثة أخرى أن أبا بكر في غير مرض الموت في غير مرض موت النبي عليه الصلاة والسلام أيضا تأخر النبي عليه الصلاة والسلام في بني عمرو بن سعد أظن أو بن عوف يصلح بينهم فتقدم أبو بكر فصلى بالناس ولما جاء النبي عليه الصلاه والسلام سبح الناس بابي بكر وابو بكر ما كان يلتفت في الصلاه فدخل النبي عليه الصلاه والسلام فقال له مكانك اراد ابو بكر ان يتاخر فقال له مكانك فصلى النبي عليه الصلاه والسلام مع ابي بكر فرفع ابو بكر يديه يدعو الله عز وجل ويشكر الله عز وجل على منته حيث ان النبي عليه الصلاه والسلام اقتدى بابي بكر هذه احد الحوادث التي حصلت، والحادثة الثانية ايضا تأخر النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، ذهب إلى مكان ولم يجد الناس إلا عبد الرحمن بن عوف فقدموا وصلى بهم، لكن هل صلى وراءه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا لا يحضرني الآن جواب، لكن عبد الرحمن بن عوف قدمه الناس، قدمه الناس حينما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم.